دابا غادي ندور الخدمة، غادي نرتفع بثلاثة سلاسل أو سلسلتين على حسب طول العمود، ثم غادي نجيب عقيقة وغادي نجي فوق من هاد العقيقة، غادي نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة. اشنو درت هنايا؟ طبعا حبس الزيادة، يعني ما زدتش الأعمدة اللي تنزيد هنا، عمودي اللي تنضيف من هنا ومن هنا، يعني ما زدتهمش، حبس الزيادة كيف ما تلاحظوا. صافي هنايا غادي نكتفي بهذا المقدار هذا ديال في بهذا الشكل هذا. دابا غادي نطلع الخدمه عادي، يعني غادي نطلع النيشان. هنا كما قلت لكم خدمت ثلاثه ديال الاعمده، فغادي نجيب واحده نفس الشيء عقيقه، وغادي نجي فوق هذه العقيقه المواليه نخدم ثلاثه ديال الاعمده، واحد اثنان ثلاثه. هما ثلاثه ديال الاعمده، ونجيب عقيقه واحد اثنان ثلاثة بهذا الشكل هذا، ثم غادي نجيب عقيقة ثاني. نتمنى تكونوا فهمتوا. واحد اثنان، ما غاديش نزيد العمود الثالث، غادي نمشي مباشرة هنا فين بديت في الجوزة، غادي نخدم عمود فوق كل عمود. منسى حتى شي عمود، باقي لي عمود الاخير. وفوق من هاد العقيقه هادي غادي نخدم عمودين، عوض ما نخدم ثلاثه فانا غادي نخدم عمودين بهذا الشكل. لاحظتوا الجوزه ديالي هي بدات تفتح، ثم غادي نجيب عقيقه وغادي نجي لهنا، يعني فوق من العقيقه المواليه نخدم ثلاثه الاعمده نتابعهم، يعني هادوك العمودين تنخدمهم غير في الجوانب ديال الجوزه، يعني هنايا فاش تنبغي نعوض العقيقه بهذا بالاعمده تنعوضها بعمودين غير من هنا، غير من فهاد الجوانب ديال هاد الجوزه. اما فهاد الجوانب يعني في الخدمه الاخرى فتنخدم عادي، يعني ثلاثه الاعمده فوق كل عقيقه. خدمت ثلاثه الاعمده، دابا طبعا غادي نخدم عقيقه ونجي مباشره العقيقه المواليه نخدم عليها ثلاثه الاعمده. مازال ما قلت لكمش علاش نقصت في الاعمده، ولكن بغيت حتى تشوفوا النتيجه، من بعد غادي نقول لكم شكون هو السبب، شكون هو السبب. لاحظوا هنايا، لان لو وضحت لكم هنايا علاش فما غاديش تفهموا. غادي نجي العقيقه المواليه نخدم ثلاثه الاعمده، واحد اثنان ثلاثه، ونفس الطريقه اللي درت في البدايه ديال السطر غادي نديرها، يعني غادي نخدم عقيقه هنا بهذا الشكل، وغادي نجي وراء اخر عمود، يعني هذيك الزياده غادي نحبسها، غادي نخدم عمود واحد بهذا الشكل. ندور الخدمه، نرتفع بثلاثه سلاسل، نجي فوق هاد العقيقة نخدم عمودين فقط. علاش؟ لأن الارتفاع اللي ارتفعت فهو تعتبر العمود الأول بهذا الشكل، ثم غادي نجيب عقيقة. فأنا الصراحة يعني هاد الخدمة هادي ما راه ماشي هاد الألوان اللي بغيت نخدم في القفطة اللي بغيت نطبق فيها هاد الزواقة هادي، من بعد إن شاء الله غادي نوريكم يعني الالوان اللي غادي ندخل. دابا البدايه خدمتها معكم بهاد الالوان غير باش تكون زواقه واضحه، لان اللون فاش غادي نخدم انا فغادي يكون اللون الابيض، واللون الابيض يعني ما تيبانش هكا في التصوير مزيان. لاحظتوا هنايا خدمت ثلاثه ديال الاعمده،
ثم غادي نجي فوق من هاد العقيقة هادي، نخدم ثلاثة الأميلة ديولي، نجيب عقيقة نجي فوق هاد العقيقة. شحال غادي نخدم؟ هنايا غادي نخدم عمودين فقط بهذا الشكل، ثم نخدم عمود فوق كل عمود، كيف ما تتشوفوا هنا. فأنا خدمت معكم يعني بالتفصيل الممل، هذا بالنسبة للأخوات المبتدئات. أما بالنسبة للمحترفات فيعني غادي يشوفوا غير الطريقة فغادي يفهموا. عمود فوق كل عمود، ما نسحت عمود. بقاو لي عمودين، لاحظوا العمود ما قبل الاخير، انا خدمت العمود ديالو، ولكن العمود الاخير يعني ها فين تنخدمو فوق من العقيقة الموالية مباشرة بهذا الشكل هذا. انا هنا خدمت عمود فوق كل عمود، عاد غادي نضيف عمودين. يعني بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا لك خدمتي يعني ثلاثه الاعمده فوق من العقيقه، فهادو ماشي ثلاثه الاعمده، فهاد العمود الاخير ستعتبر العمود ديال هاد العمود الاخير اللي من السطر السابق، وهما العمودين اللي فوق من العقيقه بهذا الشكل هذا. هنا طبعا غادي نضيف عقيقه، ثم نجي فوق من العقيقة الموالية نخدم ثلاثة الأعمدة، نزيد نخدم معكم واحد شويه باش تفهموا مزيان. نجيب عقيقه ثم نجي فوق هذه العقيقه الاخيره نخدم عمودين، هو العمود الاول هذا العمود الثاني، العمود الثالث اللي غادي يجي فوق من العمود الاخير باش نكمل ثلاثه الاعمده. ها هما ثلاثه، غادي ندور الخدمه نرتفع بثلاثه سلاسل. نفس الشيء هنا غادي نجيب عقيقه ما ننساهاش، ثم نجي فوق من هذه العقيقه نخدم ثلاثه الاعمده، لاحظوا هو الشكل ديال الزواقة بدات تيبان. ولا كنتو غادي تخدمو مع ثلاثة ديال الشعرات فضروري ما غادي تخدمو بالعقيق رقم زوج، يعني صغر على هذا، هذا راه رقم ثلاثة، اثنان، ثلاثة. وصراحه هاد الزواقه هادي فهي تجي سهله بزاف بالكروشي، يعني سهله على تطبيقها بالرنده. هنا غادي نجي فوق هاد العقيقه هادي، شحال غادي نخدم؟ نفس الشيء غادي نخدم عمودين ونخدم عمود فوق كل عمود. تتمه السطر يمكن راه سهله، يعني غادي نخدم عمود فوق كل عمود، غادي نجي نعوض هاد العقيقه هادي بعمودين، ما ننساش العمود ديال اخر عمود من هاد السطر هذا، ونكمل العمل. يعني نفس التقنيه، فوق من الاعمده نخدم عقيقه، فوق عقيقه نخدم اعمده حتى نهايه السطر. يعني هاد النص هذا تيكون هو نفسه هاد الجهه هادي.
المهم انا غادي نكمل هذا السطر من بعد نشوف السطر الموالي. كملت السطر السابق، انتقلت السطر الموالي، ارتفعت بثلاثة سلاسل، خدمت عمودين فوق من العقيقة الاولى. من بعد غادي نجيب عقيقة وغادي نجي مباشرة فوق العقيقة الموالية، نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة، بهذا الشكل ثلاثة ديال الأعمدة، وغادي نجيب عقيقة في الشكل هنا ديال الزواق، مازال ما بان. غادي نجي فوق هاد العقيقة نخدم واحد اثنان عمودين فقط، ثم غادي ننطلق نخدم عمود فوق كل عمود، يعني ما كاين هنا حتى شي تغيير. المهم انا غادي نكمل هاد السطر هذا يعني حتى ندور الخدمه تاني. عمود وغادي نخدم فوق هاد العقيقه عمودين، واحد اثنان، نتمنى نكون ما تنسرعش، يعني راه تنخدم بشويه، انا تنخدم وانا تنهضر غير باش تفهموا يعني الطريقه كيفاش تحصل على هذا الشكل هذا. ثم غادي نجيب عقيقه عقيقه وحده، وغادي نجي مباشره فوق من العقيقه اللي من السطر السابق، نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة، ثم نخدم عقيقة ونجي فوق العمود أو فوق العقيقة الأخيرة، نخدم عمودين، ها واحد اثنان، وما ننساش العمود الثالث اللي غادي نخدمه فوق من العمود الأخير، علاش باش يجيني يعني هاد الجوانب ديال الخدمة ديالي جوا مقادين بهذا الشكل هذا. غندور الخدمه، نرتفع بثلاثه سلاسل، واحد اثنان ثلاثه، هنا غادي ندخل عقيقه، وغادي نجي فوق من هاد العقيقه هادي نخدم ثلاثه الاعمده، واحد اثنان ثلاثه، ونجيب عقيقه ونجي فوق من العقيقه المواليه. كيف ما لاحظتوا في هذا الفيديو هذا، يعني الكلمه اللي كثيره اللي عاودت كررتها عده مرات هي عقيقه. غادي نجي هنايا خدمت عمودين فقط، ثم نخدم عمود فوق كل عمود، خدمة يعني حاولوا انكم الاعمده ديالكم يكونوا مزيرين. انا هنا راه مازال تنرخي لان غير موديل يعني داتس، بالنسبه للتطبيق ديال هاد الزواقه فغادي تشوفوا يعني الاعمده كيفاش تيكونوا مزيرين. هكا الخدمه ديالك تجي مزيره بالنسبه لهاد الموديلات اللي على شكل يعني على شكل راندا، يعني الا زيرت يديك فما تعرفيش الفرق بينها وبين الرنده الا كانت يديك مزيره يعني ومتقونه. هنايا غادي نضيف عمودين.
دابا ملي هضرنا على الخدمة المطيرة، فكاينة واحد عندي واحد صاحبتي، يعني جارتي وصاحبتي، فتبارك الله على خدمتها. يعني انا واخا تنزير فهي تتزير اكثر مني الصراحة. هي عسرية، يعني تتخدم باليد اليسرية، تنظن ان هذا هو السبب. يعني خدمتها اللي شافها تبارك الله عليها تيقول واش راه عندها، يعني تتزير لواحد الدرجة. العيون او الفراغ اللي ما بين العمود والعمود ما تيبانش. هنا الساريت لاحظوا مزيان، خدمت عمود فوق العمود الاخير.